السلام عليكم البنات، رجعنا عاوتاني. كي قلت لكم خدمت هاد اللون هذا، هاد المربع هذا اللي فيه 1 2 3 4 5 ديال الغرزات. خدمت تقريبا 1 2 3 4 5 6 ديال السطور. دابا كي كتلاحظوا غنجي لهاد اللون الاصفر، غنحوله فوق اللون الاسود، يعني هاد جوج غرزات هادو غنخدم فوق منهم، 1 2 وغنرجع فوق من غير هاد جوج غرزات. غندير واحد المربع اللي من بعد يعني حتى هو صافي غيتحيد هاد اللون. دائما مربع يكونوا فيه زوج غرزات في الطول وجوج في العرض. دابا غنعاود ناخد اللون الاسود، غادي ندخل بجوج غرزات في هذا اللون اللي حداه، هي الغرزه الاولى وهي الغرزه الثانيه، وغنرجع فيهم 1 2 وغناخد غرزه من هذا المربع الاصفر. نخدم هاد الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، ونرجع فيهم ناخد غرزة من المربع الأصفر، نخدم عاوتاني ونرجع في هاد زوج غرزات. إذن دابا خدمت زوج غرزات يعني اتقادو. غنجيب دابا اللون الاسود، نعاود نخدم هاد المربع، نعمر هاد المربع اللي بقى ما بين هذاك البلوسيال، غنعمر هاد المربع هذا. اذا كتلاحظوا خدمت هاد المربع هذا اللي بين اللون الاصفر وهاد البلوسيال. دابا غنكمل غنخدم فوق اللون الاصفر، دائما تخدموا دائما يعني ملي كنسالو من الخيط يعني ما بقيناش غنخدمو به، كنحاولو نخدمو عليه، يعني هذا لانه سال في هذه الجهه غندورو لهذا الاتجاه هذا وغنخدم عليه. يعني الغرزه الاولى غنخدم عليه هذه الغرزه هذه، يعني من بعد ملي كيتقطع يعني ما تحلش لك الراندة، يعني ضروري تخدمي عليه. هذا وكذلك نفس الشيء، هذا اللون هذا الاسود حتى هو غنخدم عليه، يعني غنجي لهاد الغرزه هذه بحال هكا وغنخدم، يعني اللون الاصفر صافي يعني ما بقيناش غنخدمو عليه. اذا غناخد غرزه من هاد الشريط هذا، وغتبقى غيبقاو جوج غرزات هنايا، غنرجع هاد الغرزه هذه 1، نعاود نخدم على اللون الاصفر باش يبقى شاد ما يتقطعش. نحيدو دابا، غنخدم فهاد الغرزه هذه، كتلاحظوا ان ما بقاش اللون الاصفر، يعني غنحيدو اللون الاصفر. اذا كي قلنا دابا ان اللون الاصفر يعني صافي حبسناه، غنكمل غنخدم اللون الاسود. يعني بقاو عندي اللون الاسود 1 2 3 4 5 اللي بقاو عندي في هذا اللون هذا. ملي غنقص 3 من عفوا 2 من هاد الجهه هذه غيبقاو عندي غير 3. ناخذ غرزه من داك المربع اولا المستطيل، اذا حصلنا على 1 2، يعني ملي نحصل على الضلع فيه 2 غرزات غنقص 2 من هنايا
اولا ثلاثه عفوا، غنخلي غير جوج في اللون الاسود، غنخدمهم حتى يتقدم هذا المربع هذا، حيت اللون الاسود حتى هو يعني غير غيكمل هذا المربع صافي غادي نساليوه. اذا دابا البنات غناخد هذا اللون هذا البلوسيال هو اللي غنخدم به، غنخدم به يعني غنطلع هاد الدرجات هادو حتى غنلاقيه مع اللون ديالو من هاد الاتجاه هنايا. اذا غنخدم هاد اللون هذا، غناخد غرزه من المربع اللون الاسود وغنرجع هاد الغرزات اللي عندي، واحد زوج ثلاثة أربعة، يعني أربعة الغرزات بقاو عندي في اللون بلوسيال، غنخدمهم ناخد ثاني غرزة وغنبقى يعني خدامه، يعني ما غاديش نقص من هاد من هاد من هاد الزاويه هادي، يعني غتبقى طالعه وانا كنعمر في هاد الدريجات هادي، الدريجه الاولى والدريجه الثانيه. اذا البنات كي كتلاحظوا يعني خدمت هاد المربع الاسود اللي بقى وخدمت هاد اللون الشيبي، يعني حتى تلاقى هذا مع هذا، خدمت دابا 13 الغرزه وخليت غنخلي ثلاثه من هنا وغنعاود نرجع في هاد السطر وغنخلي ثلاثه من هاد الجهه هادي، وغنخدم داكشي اللي بقى ليا واحد ربعة ديال السطور، يعني غنرجع هنايا ونخلي ثلاثة من هنا وغنخدم حتى لهنا نخلي ثلاثة ونعاود نرجع فيهم مدة ثلاثة ديال السطور، يعني شكل مستطيل. دابا كي كتلاحظوا نقص، يعني خدمت هاد مستطيل ودابا نقص عاوتاني ثلاثة من هنا، واحد جوج ثلاثة، غنخدم هادو اللي بقاو ليا هنا هاد الجهه ما غنقص منها والو، يعني غتبقى هاد المستطيل، يعني غنرجع غنخلي ثلاثه الغرزات وغنرجع في هادو اللي عندي هنايا، عندي ثلاثه اربعه خمسه سته، يعني عندي سبعه ديال الغرزات، غنعاود نرجع فيهم جوج سطور. ملي كنقول جوج سطور يعني كيكون عندي مثلا جوج سطور اولا ثلاثه، واحد زوج ثلاثة كنحسب بهاد الغرزة اللي كنخدم فيهم هما باش كنحسب. دابا كي كتلاحظوا خدمت كي قلت لكم يعني هاد المستطيل هذا، دابا غنجي لهاد الاتجاه غنقص منه هنا غنخلي جوج، واحد زوج، وغنرجع غنخدم هاد الغرزات اللي بقاو عندي هنايا، عندي واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا بقاو عندي هنا خمسة الغرزات، إذا غنخدمهم حتى غنحصل عاوتاني على واحد المربع، غنخدم هاد اللون هذا حتى نحصل على مربع أولا مستطيل، يعني اللي فيه ثلاثة الغرزات في الطول، وعندي واحد زوج، عندي هاد الغرزات هادو في العرض هنايا. اذا دابا غنخلي هاد اللون وغنجيب اللون اخر اللي هو هذا، غنبداه هنايا هاد اللون الاخضر، غادي نبدا هنايا غنعمر هاد لي سباس اللي عندي ما بين هاد اللون هذا وما بين الثوب باللون الاخضر. دين دابا خدمت كي قلت لكم هاد اللون الاخضر في هاد البلاصه اللي بقيت عندي هنايا خاويه، باش من بعد غنخدمو هذا غيمشي حتى هو غيتلاقى مع هاد اللون هذا. دابا رجعت لهاد اللون الاخضر هنايا، هنايا غنديرو وسط منه واحد المربع باللون الاصفر، اذا عندي واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، اذا غنخدم واحد زوج غرزات باللون الاخضر غنرجع فيهم، يعني غنخدمهم على شكل شريط، يعني هاد جوج غرزات غنخدمهم تي غيتلاقاو مع هاد اللون هذا، غير هاد جوج غرزات غنبقى نخدمهم
دائما كناخد غرزة من هذا اللون هذا كنخدم هذا اللون هذا يعني غنطلع هاد بحال شريط غنزيد هاد الغرزة حتى هي غنخدمها غنرجع فيهم هاد جوج غرزات غناخد غرزة من هذاك اللون غنخدم الغرزة الأولى والغرزة الثانية غناخد دابا لون أي لون ناخد أنا اللون الأصفر غندير به غيجيني واحد بحال مربع ولا مستطيل في الوسط ديال هاد اللون الأخضر دائما غناخد غرزة من هاد اللون هذا دائما كتثبت الخيط في الضلع نحاول دائما كي قلت لكم تزيري هاد الغرزة هذه مش ما تبانش وغنخدم الغرزة الاولى غنخدم ثلاثة ديال الغرزات اللون الاصفر وغنرجع فيهم واحد زوج ثلاثة وناخد غرزة من هاد الضلع هذا يعني غنخدم هاد المربع الاصفر حتى غيتقاد مع هذاك الشريط الاخضر سمحوا لي البنات لانني كنختصر لكم كنشرح لكم ونخدم شويه حتى كنخدم لان بغيت نوريها لكم كلها بلي ديطاي ديالها من البدايه الى النهايه ولكن راه غيجيونا لي فيديو طوالين بزاف داكشي علاش كنحاول نختصر والمهم حتى اللي ما فهمتش شي حاجه انها تواصل معايا تخلي لي كومونتير وانا غنتواصل معاها ان شاء الله حتى تفهمها وتطبقها اذا قلت لكم غنخدم هذا المربع هذا غنخدمه ونجي نخدم الشريط الاخضر اللي من هنايا يعني خدمت هذا منه الاصفر في الوسط غنجي نعاود نثبت الخيط هنايا ونخدم دابا كملت هذاك اللون الاصفر وخديت لون اخر يعني خليت هذا الخيط خدمت واحد اخر يعني شريط دابا غادي نكمل يعني غنغطي هذاك اللون الاصفر كي قلت لكم اللي كنبغيو نغطيوه كنخدموا على هذا اللون هذا يعني هنا عندي ثلاثه ديال الغرزات واحد زوج خدمت الاولى نبدا ها هي الثانيه ونجي كتزيري بطبيعه الحال يدك غنمشي غنخدم عاوتاني على هاد يعني غنخدم على هاد الخيط هذا باش نغطيه وغيبقى نخدم غير اللون الاخضر غنخدم فيه حتى يتقادي مع هاد اللون هذا يعني غنخدم هاد السطر والسطر الثاني اذا دابا البنات يعني غطيت هاد المربع يعني لقيت هذوك الضلعين بجوج هنايا غطيت دابا غنجي غنبدا عاوتاني غنخدم اللون الاخضر من هنايا حتى لهنا ما غنقش من هنايا مازال يعني غيزيد هاد الشريط هذا اذا غنثبت الخيط هنايا وغادي نخدم حتى نعمر هاد المربع يعني من هنا حتى لهنا باللون الاخضر اذا دابا البنات بعد ما عمرت هاد المربع هذا باللون الاخضر انتقلت للمربع الثاني دابا غادي نخدم عشرات الغرزات في اللون الاخضر وغنخلي ثلاثة من هنايا غنرجع هاد عشرة هادو يعني دابا غنبدا نقص من اللون الاخضر يعني خليت ثلاثة غنخدم هاد عشرة هادو اللي بقاو عندي غنخدم ونرجع فيهم حتى نشكل واحد المستطيل يكونوا فيه ثلاثة الغرزات في الطول ديالو اذا كتلاحظوا بعد ما خدمت هاد الشريط الاول عاوتاني انتقلت للمربع لهنايا اللي بقى ليا عمرت هاد البلاصه وجيت هنايا نقصت عاوتاني ثلاثه الغرزات وعمرت الطلاقه ليا مع هاد اللون هذا
يعني كتلاحظوا دابا عندي هنا جوج ديال السنينات، كل واحد راه فيه ثلاثه الغرزات هنا ثلاثه من هنا. دابا غادي نمشيو لهذا اللون هذا الغوز اللي عندي فيه 10 ديال الغرزات، غادي نخدم 8 وغنخلي زوج، نخلي زوج في الجنب، هنا يعني 3 4 5 6 7 8، غيبقاو جوج هنا. غنرجع انا في هادو باش هنايا غنعاود نخدم لون اخر، غنرجع هاد 8 الغرزات حتى غنخدم واحد مستطيل عاوتاني اللي فيه 3 ديال الغرزات في الطول ديالو. اذا دابا غنعاود نخدم غير 6، 1 2 3 4 5 6، غنخلي هاد الرويس اللي فيه اللي خدمت فيه جوج سطور، هي الغرزه الاولى هي الثانيه، غنخلي 1 2 وغنرجع انا في هاد 6 الغرزات اللي عندي هنايا. اذا هاد 6 الغرزات غنبقى خدامه فيهم، يعني ما غنبقاش نقص حتى غنقادهم مع هاد الرويز هذا ولا هاد النقطه هذه ديال اللون الاخضر. اذا كي كتلاحظوا خدمت هاد الشريط ولا مستطيل باللون الغوز، هنا غنقصت من هنايا زوج وعاود نقص جوج وخدمت هادشي اللي بقى ليا هنايا. دابا غنزيد مازال نخدم، ولكن ما غنخدمش هاد البلايصه هذه غتبقى. اذا غنرجع انا غير في هاد الغرزات اللي عندي هنا 1 2 3 4 5 6 غنرجع فيهم. اذا غنرجع نخدم هاد الغرزات اللي عندي هنايا، غنخلي الخيط هنايا لان مازال غنخدم به، وغنجيب هاد اللون البلوتيال هو اللي غنخدم به. هو اللي غنخدم به هاد المربع هذا، غنثبت الخيط دائما في واحد الغرزه في الضلع. دائما نزير الغرزه وغنخدم عندي هنايا 3، 1 زوج 3، غنرجع فيهم 1 زوج 3، غناخد هاد الغرزة هادي يعني غنعمر هاد المربع وننتقل للمربع الثاني.